الإفادة، الخبر بالمختصر المفيد. مهم كما كتشوفوا اننا احنا في فعاليات اليوم الاول من سباقات المهرجان الوطني لفيلم طنجة. حقيقه بدايه جميله جدا بعرض الفيلم عبد لينيو للمخرج هشام عيوش. فيلم جميل طرق مجموعه ديال المواضيع خصوصا التطرفيه والدينيه، وايضا في هذا الشيء كامل في اطار واحد القالب اجتماعي كوميدي او كما يعرف الجميع ان الكوميديا السوداء. كما يعرف عن نبيل عيوش او هشام عيوش هما من عائله سينمائيه يعني قدمت مجموعه ديال العمل. الفيلم اللي كنشوفوا اليوم هو اول عمل سينمائي طويل ديال هشام عيوش، طبعا سبقوا مجموعه ديال الاعمال. وهذا الفيلم هذا كما قلت كيطرق مجموعه ديال المواضيع اللي هي دينيه تطرفيه في قالب درامي اجتماعي. طبعا السينما المغربيه محتاجه مجموعه ديال الافلام باش اننا تكون عندنا مجموعه ديال الافلام متاحه جميع الشرائح والتفاصيل. كان في مستوى يعني عالج واحد بزاف ديال القصص ودمج ما بين تقريبا ثلاثه الجنسيات، ما بين الجنسيه المغربيه والبرازيليه وحتى المصريه. القصه ديالو كانت مزيونه، يعني ما كيخليكش انك تكون كتفرج وكتمل في ديك المسلسل بغض النظر على بعض اللقطات الجريئه اللي كانوا في الفيلم، ولكن ما كانش في الفيلم كامل. يعني هو كيكون واحد اللقطه كدوز عاوتاني من بعد كترجع، ولكن كصفه عامه فيلم كان مزيون في المستوى. تفرجت في فيلم ديال هشام عيوش عبد لينو، صراحة عجبني من ناحية كوني طالبة ديال السينما مدرسة الانصاد. عجبني الفيلم من ناحية لا ميزون سين، لي طالوناج. الرأي ديالي على الفيلم صراحة شي حاجة اللي انتغسي بالنسبة للشباب. الرأي ديالي في الفيلم زوين، عجبني من ناحية الكادغاج، عجبوني لي كولور والجرين كولور وحتى الاكتين، ولكن الحاجه اللي ما عجبتنيش انه فيه شي حوايج اللي فيزيبل، يعني ما كاينش عندنا لام فيزيبل باش نقدروا نفكروا اكثر، يعني واضح بزاف. وحتى كيفاش دخلوا الثقافه البرازيليه مع المغربيه جاتني زوينه. ديرينو كان واحد الفيلم اللي هو في المستوى، كان واحد السيناريو اللي هو واعر بزاف، واللي كانت النهايه ديالو مشوقه اللي كلشي كان كيتسناها، وكان ممثل بواحد الطريقه اللي ما سبقلوش شي واحد ديجا ممثل بديك الطريقه. ديالي في الفيلم ما بدا نعرف راسي بدا من الاول، انا جو سو ان استوديون ان سيسي سوبيريور دو لودو فيزيوال. بالنسبه ليا انا عجبني من ناحيه كسر ديال لو ميتراج، عجبني كيفاش لي تكنيك اللي استعملوا في التصوير المونتاج اي دا اسباسيو. حتى القصه زوينه، عالجوا موضوع بواحد الطريقه ممتعه، عجبني كيفاش زوين زوين تفرج فيه وكيخليك تحس ما تحسش بالملل كاع. صافي، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.